طبعا حنا لنا الشرف بالنسبه لاحتفال مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله. احنا اصلا ما لا ديولوش الحق ديالو طبعا في الاحتفال، لان الاحتفال خصو يكون في الاخلاق وفي الاداب وفي المعاملات لا فرديه ولا الجماعيه. ولا كانت مناسبه سنويه للتذكير بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله، ندات الشباب الناس مشات كتخبط في البدعه ولا في الضلاله ولا اللهم اجرنا من النار شدنا لله، لان حنايا خصنا نعرفوا واحد الحاجه، ان حنا واحد الشعب مؤمن الحمد لله. هاد الناس هادو كاملين مؤمنين، كتعتقد او ما كتعتقدش هذا كيبقى الراي ديالك. طبعا بحال اللي قلت لك في الاول، الاحتفال خصو يكون بالمعامله والاخلاق اللي خصك تينا تتعامل بها مع الناس. الشباب بحال اللي يقول الله عز وجل ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، خصنا نذكروهم. الله عز وجل يقول ذكر بايام الله، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله من الاوجب الواجبات علينا اننا حنايا نحتفلوا بالمولد ديالو، لانه جاء واحد المولد من الكره الارضيه بل للسماوات والارض نزل هذا النور. اذا كان قال حق العيد الصغير قال حق العيد الكبير كنضرب بالدارجه، هما اللي كاينين ما كاينش الاحتفال بسيدنا رسول الله ماشي عيد. وشكون اللي جاب ديك الاعياد هذوك؟ بالنسبه لي انا احتفال بعيد المولد النبوي شي حاجه اللي عاديه زعما، مهم هي كلمه احتفال هي اللي كتخلي واحد الشدو ديال اللبس. يعني ملي كتسمع احتفال كاين اللي كيجيبوا الله زعما واحد الاحتفال ما عرف كيف نوا، علاش حنايا يعني ولفنا كبرنا مع العائله ديالنا، كتشوفني كتجي ذكرى المولد النبوي عنده واحد القدسيه بحال لانك سينا الرسول ديالنا هلك عليه الصلاه والسلام، هذاك ما يمكنش ما غتعطيه شي قيمه ديالو، يعني كتحتفل به حبا فيه، ماشي بمعنى انها بدعه او لا كنبغيو نخرجوا او لا نبغيو نعملوا شي حاجه اللي هي حرام او لا نبغيو نعملوا شي حاجه اللي خارجه عن المألوف. لا، حنا فقط حبا فيه كتحس بديك النهار هذاك، كتعطي القيمه ديالو واخا هو راه نهار واحد ما كافي شي، لان دائما حنا مفكرين الرسول عليه الصلاه والسلام وخاصو دائما يكون حاضر في الذهن ديالنا وكنتتلو داك الشيء كامل اللي كيقول. كيف قلت لك يعني بالنسبه لي انا ماشي كاحتفال، وانما كنستحضروا كنستشعروا ديك العقيده ديالنا وبان الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو شي حاجه كبيره قدوه ديالنا. يعني ما يمكنش تينا يدوز لك داك النهار عادي، ضروري ما غتحس به غتحتفل به غتحضر فيه مع العائله ديالك غتصل فيه الرحيم. يعني الا بغينا نقولوا مظاهر الاحتفال غتزور العائله ديالك حنا كنبقاو مسلمين، اي حاجه عندها علاقه بالدين ديالنا كنبغيو نحسوا بها ونكونوا حنا الاولين سباقين في اننا نبينوها في المظاهر ديالنا في الحياه اليوميه ديالنا. هادشي اللي كنقصدوا بالاحتفال بذكرى المولد النبوي. بالنسبه للاحتفال ديال عيد المولد النبوي هي ما نكذبش عليكم انا ما عنديش شي معلومات يعني كبيره عليه. اول حاجه ان ربي قال في القران واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني ما نقدروش حنايا نعرفوه واش هو بدعه واش هو صفه يعني واحد العمليه اللي محموده اننا خصنا نقوموا بها. اول حاجه حنايا كاسره مثلا او كعائله ما كنحتفلوش بالمولد النبوي، ولكن حنايا كنحاولوا ما امكن اننا نجمعوا العائله نعملوا صله الرحيم، يعني كان واحد الاكله كتكون بيناتنا مثلا كناكلوها، يعني كنتجمعوا كنضحكوا كنتلاقاو بعضياتنا، كل واحد فيك يكون ملهي، ولكن ديك النهار هذاك راه ما الواحد بيدو كيخوي النهار ديالو باش كيقدر انه يحضر مع العائله ويتجمع مع العائله ديالو، وهذا ما كان.